بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على الموضوع بقى ومحاضره جديده اسمها بارتس اوف ليفنج لونج بون. لونج بون عرفنا اللي هي البون الطوليه الطويله. ليفنج بقى يعني ايه ليفنج؟ يعني العايشه اللي في جوه جسمنا احنا، مش دي، مش الديد بقى، لا الليفنج يعني اللي جوه جسمنا، وغالبا بتبقى اليونج الصغيره بقى، الشباب اللي هم الصغيرين اللي زيكم كده او الاصغر منكم 8 سنين 9 سنين 10 سنين. ايه الاختلاف ما بين الشباب دي البون بتاعتهم ومثلا البون بتاعت الكبار الادلت مثلا او ال 40 سنه او ال 50؟ ايه الاختلاف ما بين البون بتاعتكم اللونج بون بتاعت الشباب اللي هو 20 او اقل من 20 والكبير؟ هنتكلم عنها. البارتس بتاعت الليفنج بون اللي هي موجوده جوه الجسم وبالذات اليونج، اليونج اكتب لي فوق كلمه الليفنج اليونج، اليونج يعني ايه؟ الصغيره. بتتكون من ايه؟ اول حاجه كلنا عارفين اثنين ايبيفيسس، ادي ايبيفيسس وادي ايبيفيسس كلنا عارفين. واحد يقول لي يعني ايه ايبيفيسس؟ يعني الاند. الايبيفيسس هي الاند اهي. طب الاند عباره عن ايه؟ حد يفكرني. عباره عن كانسيلاس بون، اهي سبونج بون كلنا شايفينها اهي. وقلنا الاسبونج بون مليانه ايه؟ بون مارو، وفي لير عليها، يبقى لير عليها من كارتلج. الكارتلج ده يعني غضروف الزجاجي، ده غضروف زجاجي اسمه ارتكولار كارتلج. واحد يقول لي ليه سميناها ارتكولار؟ لان ده اللي موجود في المفصل، لان الاند دي هتدخل جوه مفصل، فبيسموا الكارتلج اللي في المكان ده ارتكولار كارتلج. يبقى اول حاجه اثنين ايبيفيزس. عباره عن ايه الايبيفيزس؟ عباره عن كانسيلاس بون اهي، وفي لير صغيره هنا من من الكومباكت بالزهره، لكن يهمني مين بقى؟ الازرق الارتكولار كارتلج، غضروف زجاجي مفصلي، ارتكولار يعني مفصلي. طب مين بقى اللي في النص ده يا دكتور؟ دايافيزس. شايفين الدايافيزس؟ الشافت بقى ده الدايافيزس، كل ده الدايافيزس. الدايافيزس اللي هو مين؟ الشافت. كلنا عارفين ان الشافت عباره عن ايه؟ كورتكس اوف كومباكت بون، كلنا عارفينها اهي. وجوه فين؟ في ميدالا ريكافيتي، في بومر. تمام. في حاجه غريبه بقى، ايه يا دكتور دي؟ ايه الحته دي؟ لقوا حته ازاز جوه اهي موجوده في البون الصغيرين بس، انتم عندكم انتم مش عندنا. ايه البون؟ ايه الحته دي؟ دي عباره عن بليت، يعني طبقه، بليت يعني طبقه اوف مين بقى يا دكتور؟ اوف هايلاين اوف ايبيفيزيال بليت اوف كارتلج. اهي شايفين يا جماعه الطبقه دي؟ اوف اسمها ايه الطبقه دي؟ اسمها ايبيفيزيال بليت اوف كارتلج، طبقه من الهايلاين كارتلج، لانها موجوده عند الايبيفيزيس بيسموها ايبيفيزيال بليت اوف كارتلج. دي طبقه من الهايلاين كارتلج موجوده ما بين الايبيفيزيس والميتافيزيس. ايه الميتافيزيس؟ هقولها لك دلوقتي. يبقى في لاير موجوده اون جروينج بون، بس في البون اللي هي بتطول، اللي انتوا بتطولوا انا لا، في البون اللي هي بتطول. اللاير دي اسمها ايبيفيزيال بليت اوف كارتلج، هي دي اللي مسؤوله ان حضرتك بتطول. ازاي يا دكتور؟ ده كارتلج، الكارتلج ده يحصل له جروث الناحيه دي وجروث الناحيه دي، يطول الناحيه دي ويطول الناحيه دي، فيخلي البون ايه؟ تطول، يخلي البون تطول. لكن انا ما عنديش الايبيفيزيال بليت دي، عشان كده ما بطولش. اعرف يا دكتور، اعرف كلكم ان الكارتلج يكبر البون ما يكبرش، البون مجرد اتكونت بون ما يكبرش خلاص. امال مين اللي بيكبر؟ الكارتلج ده. يبقى ايه اهميه الايبيفيزيال بليت؟ اقول له موجوده ان جروينج بون ما بين مين؟ حاجه اسمها ايبيفيزيس وحاجه اسمها ميتافيزيس. هقول ايه الميتافيزيس دلوقتي. فايدتها ايه؟ بتطول الناحيه دي وبتطول الناحيه دي، مسؤول عن الجروس ان لينس، هام جدا جدا جدا. يقول لك مين الحاجه اللي مسؤول عن الجروس ان لينس؟ تقول له ايبيفيزيال بليت اوف هايلاين كارتلج. اللي موجوده ما بين مين؟ اقول له موجوده ما بين الايبيفيزيس وموجوده ما بين الميتافيزيس، موجوده ما بينهم هما الاثنين. فايدتها ايه؟ الجروس ان لينس، تطول العظمه في اللينس. طب بقى عند حالاتي ايه اللي حصل بقى؟ بدا يحصل من سن 20 21 22، في بعض الناس سن 15، يعني قال لك من 15 ل 22، ايه اللي يحصل؟ لو ان الايبيفيزيال بليد دي بيحصل لها اوسيفيكيشن، ايه؟ يحصل لها تمعصب وتتحول لعظمه عاديه خالص وتبقى بون عاديه خالص، مجرد ان بقت بون ما تطولش يا جميل، يحصل كومبليت ستوب اللينس، اللينس يقف. يبقى ليه حضرتك بتطول وليه انا ما بطولش؟ مين جدع يقول لي بقى؟ لان حضرتك عندك حاجه بتخليك تطول، الحاجه اللي بتخليك تطول دي اسمها ايبيفيزيال بليد اوف كارتج، هي عباره عن هايلاين كارتج ما بين الايبيفيزيس والميتافيزيس، مسؤول عن الجروس ان لينس. من سن 15 ل 20 22 سنه تبتدي يحصل لها اوسيفيكيشن، مجرد اللي حصل لها اوسيفيكيشن وتمعظم حضرتك ما بتطولش تاني، الجروس ان لينس يقف خلاص. طب ايه بقى يا دكتور الميتافيزيس اللي حضرتك بتقول لي عليها دي؟ الميتافيزيس دي جزء من الدايافيزيس، مش ده الدايافيزيس الشافت؟ جزء منه، هي الجزء منه اللي هي لازقه في الايبيفيزيال بليت اوف كارتج، انكلوز كونتاكت يعني انكلوز يعني لازقه فيه، متصله بيها، متصله بيها. يبقى الحته دي من الدايافيزيس، هي طبعا جزء من الدايافيزيس، الحته دي من الدايافيزيس اللي ان كونتاكت يعني لازقه في الايبيفيزيال بليت، لازقه فيها اهي اهي، وهي دي ودي، هي حته من الدايافيزيس لازقه فين؟ في الايبيفيزيال بليت. الحته دي اسمها ميتافيزيس. يبقى ايه هي الميتافيزيس؟ بارت اوف دايافيزيس.
اللي في النص ده لا، امال فين؟ موجود عند الابيفيزيال بليت، لازقه فيها الكلوز كونتاكت معاها. عشان كده بقول ان الابيفيزيال بليت اوف كارتج موجوده ما بين مين؟ الابيفيزيس والميتافيزيس. امال الديافيزيس بقى يا دكتور بيتكون من ايه؟ كلنا عارفين كورتكس اوف كومباكت بون اهي، في جوه كافيتي اسمه ايه الكافيتي ده؟ ميدلري كافيتي كونتيننج بون مارو. في معلومه هتعرفها دلوقتي، ان البون مارو النخاع العظمي ده نوعين، ريد بون مارو اللي مسؤول عن ايه يا دكتور؟ الريد بون مارو ده اللي بيكون البلاد سيل، ده موجود لحد التايم اوف بيوبرتي، لحد طبي هنتكلم عنه دلوقتي. ونوع تاني اسمه ايه؟ يلو بون مارو، هنتكلم عنهم دلوقتي. ادي شايفين يا جماعه الابيفيزيال بليت اوف كارتج يا جماعه عامله ازاي؟ غضروفه عامله زي الازاز، موجوده ما بين من الابيفيزيس والميتافيزيس، هي اللي بتعمل جروس ان ايه؟ جروس ان لينز، بتعمل الجروس ان لينز. ادي اتفقنا دلوقتي، قلنا مين ده بقى؟ الديافيزيس هنتكلم عنه عباره عن كورتكس اوف كومباكت جوه في كافيتي اسمه ايه؟ ميدلري كافيتي كونتيننج بون مارو. وقلنا البون مارو يا اما لونه ريد زي ما حضرتك شايف كده او لونه بلو. طب ايه البون مارو ده يا دكتور؟ البون مارو هو عباره عن فاسكولار تيشو، يعني تيشو يعني نسيج فاسكولار دموي مليان اوعيه دمويه، فاسكولار يعني اوعيه دمويه، نسيج دموي. فاتي، فاتي يعني ايه؟ دهني، تحس انه مدهنن كده. يبقى لما اجي اعرف البون مارو اقول هو عباره عن ايه؟ فاسكولار فاتي تيشو، نسيج فاتي يعني دهنن في دهون، فاسكولار تحس ان هو لونه محمر شويه، في اوعيه دمويه. موجود فين البون مارو يا دكتور؟ موجود في الميدلري كافيتي. بس لا، ده موجود هنا كمان. في الاندس هنا في الكانسيلاس بون. موجود هنا في الكانسيلاس بون يا دكتور، موجود في السبيسز، في الميشز كده، في الترابيكولار ميشز كده بتاعت الكانسيلاس بون، وموجود فين تاني؟ وموجود هنا في الميدلري كافيتي. يبقى اي كانسيلاس بون تفتحها تلاقي جواها بون مارو. وفين تاني يا دكتور؟ وموجود هنا في الميدلري كافيتي. في منه كم نوع؟ نوعين. يبقى ايه هو البون مارو؟ هو عباره عن فاسكولار فاتي تيشو. تمام. موجود فين؟ اقول له موجود هنا في الكانسيلاس بون، وموجود فين؟ في الميدلري كافيتي. تمام. في منه كم نوع؟ نوعين، نوع ريد ونوع يلو. ايه بقى الريد بون مارو؟ نفس الكلام، هو عباره عن فاسكولار فاتي تيشو، موجود فين؟ في الميدلري، موجود يا جماعه في كل العظم، كل العظم ده حضرتك هتجيبه تفتح جوه تلاقي ريد بون مارو. في الريجولار بون، في الفلات بون، في الشورت بون، في كل، في السكال، في كل العظم تفتح جوه تلاقي ريد بون مارو. يعني البون مارو لونه ايه؟ ريد بنسبه 90% ريد، موجود في كل العظم، في الفلات والريجولار وكله. ليه ريد؟ عشان يعمل برودكشن للبلاد سيل، يكون بلاد سيل على طول. بيتنيه اول ذا لايف، طول الحياه، طول ما انت حضرتك عايش ريد. ما عدا في الميدلري كافيتي. الميدلري كافيتي بيبقى ريد لحد التايم اوف بيوبرتي. لحد وقت النضوج، البلوغ. بعد وقت البلوغ ريبليس ذا باي يلو، يتحول ليلو. نقول تاني الحته دي. في كل العظم اللي في الدنيا ما عدا اللونج بون، مالناش دعوه باللونج بون، مالناش دعوه بيه. في كل العظم اللي في الدنيا، في الفلات بون، في السكال، في الريجولار بون، في الشورت بون، البون مارو تانيه احمر طول الدنيا. طول ما حضرتك عايش لونه احمر، ليه؟ برودكشن اوف بلاد سيل. ما عدا فين بقى يا دكتور؟ في الميدلري كافيتي. افتح الميدلري كافيتي من جوه لونه احمر لحد التايم، لحد وقت البلوغ بس. بعد وقت البلوغ يبقى لونه اصفر. يبقى تاني في الشورت بون، في الريجولار بون، في الفلات بون، في السكال، في كله البون مارو اور لايف لحد الحياه كلها لونه احمر. فايدته برودكشن اوف بلاد سيلز. لحد ايه اهو يا دكتور؟ لونه احمر اهو. لحد امتى؟ اما في الميدلري كافيتي لا يا دكتور، الميدلري كافيتي بيبقى لونه احمر لحد التايم اوف بيوبرتي. بعد كده بصوا بقى يتحول للون الاصفر، يلو بون مارو. اليلو بون مارو ده بيبقى موجود اونلي ان ميدلري كافيتي. امتى؟ افتر ذا تايم اوف بيوبرتي، بعد التايم اوف بيوبرتي. هل بيكون بلاد سيل؟ ما بيكونش بلاد سيل. يبقى انا خدت كام نوع يا جماعه من البون مارو؟ اثنين. مين جدع قالهم لي؟ ريد بون مارو بيكون بلاد سيل، موجود في كل العظم طول الحياه، وفي اللونج بون او في الميدلري كافيتي موجود لحد البيوبرتي. النوع الثاني اللي حضرتك شايفه ده بقى اللي هو مين؟ يلو بون مارو. ده موجود اونلي ان ميدلري كافيتي افتر بيوبرتي. هل ده بيكون بلاد سيل؟ لا، ما بيكونش بلاد سيل. طب افرض بقى يا دكتور جم يفتحوا العظمه دي من بره، من بره لقوا غشاء، غشاء. اي عظمه في الدنيا حواليها غشاء، غشاء عامله زي حته الورقه. عارفين يا جماعه الذره؟ الذره، الذره اللي انت بتاكله حواليه غشاء كده. الغشاء اللي حوالين الدوره ده او حوالين العظمه اسمه بيري اوستيوم. بيري اوستيوم، بيري يعني حوالين، اوستيوم يعني العظمه. اهو الغشاء اهو، ادي الغشاء يا جماعه، ده البيري اوستيوم. شايفين يا جماعه ايه هو البيري اوستيوم؟ هو عباره عن ممبرين، فايبرس ممبرين. كلمه فايبرس يعني ليفي، اهو مليان الياف، اهو ليفي مليان الياف.
فايبس ميمبرين موجود فين؟ تقول لي موجود في بره العظمه، في الاوتر سيرفيس بتاع العظمه، بره الكومباكت بون، موجود بره. حد هات ورقه كده حطها بره هنا. فايدته ايه؟ حد يعرف دي موجود حوالين العظمه عشان يعمل لها جروس انسكنس، يخليها تدخل انسكنس، مش اللينس بقى، لا هو المسؤول عن الجروس انسكنس. مش بس كده، يديها النورشمنت، النورشمنت التغذيه، واديها الاعصاب، يديها الانرفيشن. انرفيشن يعني اديها الاعصاب، الاعصاب. يبقى ليه ثلاث وظائف. ايه هم الثلاث وظائف؟ يعمل موجود حوالين العظم عشان يخليها تعمل جروس انسكنس، تدخن في الحجم مش في الطول، في الحجم. سكنس يعني في الحجم. واديها النورشمنت الغداء الغذاء بتاعها، واديها الاعصاب بتاعتها. يبقى اجي اسالك سؤال، ايه هو البيري اوستيوم اهو؟ تقول لي هو الاوتر فايبرس ممبرين. فايبرس يعني ليف اهو، موجود في الاوتر سيرفيس بتاع كل العظم، كل العظم موجود في الاوتر سيرفيس بتاع الشافت بتاع كل العظم. ليه موجود؟ علشان يعمل جروس ان سيكنس، عشان كده تلاقيه مليانه اوعيه دمويه. هنتكلم على الاوعيه الدمويه بتاعته. اللي موجود عليه ده اسمه بري اوستيال ارتري. بري اوستيال ارتري، ارتري يعني شريان. وبيدي العظمه الارتري بتاعها اللي هو النورشمنت الغذاء بتاعها، وبيديها الانرفيشن. طب افرض سالني سؤال، ايه هي الاستراكشرز، الحاجات اللي اتاتش تو ات ماسكه فيه؟ اي حاجه هتمسك في العظمه هتمسك في البريوس. مش البريوس موجود حوالين العظمه؟ ايوه. يبقى اي حاجه هتمسك في العظمه هتمسك فيه. طب وايه اللي ممكن يمسك في العظمه؟ حد يعرف يقول لي؟ الليجامنت ممكن يمسك في العظمه، يمسك في البريوس. الكبسول بتاع المفصل تمسك فيها. المصل، المصل العضله لما تيجي تمسك في العظمه تمسك فيه، في البريوس. ايه تاني يا دكتور؟ التندون بتاع العضله، التندون بتاع العضله نفسه يمسك فيه. اي حاجه هتيجي تمسك في العظم هتمسك في البريوستيوم. يبقى هو بريوستيوم محطوط عشان يحمي العظمه من بره، فاللي يجي يمسك في العظمه يمسك فيه. لما بيجي لك سؤال امتحانات يقول لك انيومريت، قول لي كده، عد لي الحاجات اللي بتمسك الاستراكشر اتاتش تو بريوستيوم. مين يقولها لي؟ اقول له حاجه كتير. ليجامنت، اربطه، جوينت كبسول، الغشاء اللي حوالين المفصل، مصل. يعني ايه مصل؟ يعني عضله. تندون يعني نهايه العضله. حتى في فواصل كده ما بين العضلات اسمها سبته، سبته يعني فواصل، حيطان كده ما بين كل عضله وعضله في حيطه. الحيطه دي حتى الحيطه يعني العضله والحيطه بتاعتها بتمسك فيه. يبقى دي كلها حاجات اتاتشد لمين؟ للبريوستيوم. يبقى البريوستيوم، لكن اهم كلمه في البريوستيوم وانت بتذاكر انها بتعمل جروس ان ايه؟ انسكتس. جروس انسكتس هو عباره عن ممبرين، غشاء، فايبرس، ليفي، موجود بره البول، في الاوتر سيرفيس بتاع البول اهو. بص كده على البرزنتيشن اهو، هو عباره عن فايبرس ممبرين او فايبرس، موجود في الاوتر سيرفيس بتاع العظم اهو. ليه؟ عشان يعمل جروس ان سيكنس، يديها النورشمنت بتاع التغذيه بتاعتها، ويديها الانرفيشن العصب. تمام. في ستراكشر اتاتشد له؟ ايوه يا دكتور، كل اللي بيمسك في البون بيمسك في البريوست. كل اللي بيمسك في البون بيمسك فين؟ في البريوست. نتكلم على عنوان مهم جدا بقى اسمه بلاد سبلاي اوف بون. يعني ايه يا دكتور؟ كلمة بلاد يعني دم، سبلاي يعني يمد، يدي، يعطيها يعني يمدها. يعني ايه الدم اللي بيدي البون، بيغذي البون؟ هي اسمها كده بلاد سبلاي، لكن معناها قول لي الاوعية الدموية اللي بتغذي البون. بدل ما نقول بلاد فيزلز سبلاي ذا بون بنقول ايه؟ بلاد سبلاي ذا بون، بلاد فيزلز الاوعية الدموية اللي بتغذي البون. الاوعية الدموية نوعين، ارتريز يعني شرايين، وفينز يعني اوردة. الفينز ما بنتكلمش عنها ولا بتيجي في الامتحانات، هو الكلام كله في الارتريز. ايه الارتريز؟ يعني الاوعيه الدمويه اللي بتغذي العظم. هقول له ان البون ريتش ان بلاد سبلاي، مليانه بلاد، مليانه اوعيه دمويه. ريتش ليه؟ لان البون دايما بتنكسر، فمحتاجه تعمل لها عمليه، تعمل ريبير يعني اصلاح وريجينريشن، تتجدد، تتجدد على طول. كل حته تتكسر في العظم تتجدد. واحد بيتخبط وحصل له كسر، العظمه بتتجدد مع نفسها. يبقى لازم العظمه يكون لها دم كتير، بلاد فيزلز كتير، ارتريز كتير، عشان ايه؟ تتجدد على طول، يحصل لها عمليتين، ريجنريشن تجديد، وريبير يعني اصلاح. فلما يجي لك السؤال يقول لك بلاد سبلاي اوف كارتليج الغضروف، معناها قول لي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الكارتليج. بلاد سبلاي اوف مصل العضله، قول لي الاوعيه الدمويه اللي بتغذي العضله. والاول تعرف ريتش ولا بور؟ لا هي ريتش. ليه ريتش؟ لان العظمه بيحصل لها دايما ايه؟ ريجنريشن تجديد وريبير. نعرف بقى اسماء الارتريز. اول ارتري هيغذي العظمه اهو اسمه ايه؟ الارتري نيوترانت ارتري اهو، نيوترانت، حتى بيسموه نيوترانت يعني مغذي. ده اهم ارتري بيغذي العظمه اهو. سنجل ارتري هيدخل العظمه اهو يا جماعه،
جاي منين ده؟ حد يعرف جاي منين؟ اي ارتري معدي يجي منه، يعني فروم يقول لك فروم نير باي ارتري، يعني اي ارتري نير قريب، اي ارتري معدي هنا يروح جاي منه، يبقى الرايز فروم نير باي ارتري، هو عباره عن سنجل ارتري. انتر زبون اوبليكلي، بيدخل البون اوبليكلي عن طريق مكان، الكنال اللي دخل منها دي، المكان اللي دخل منه ده اسمه نيوترانت كنال، فعشان كده سموا الارتري ايه؟ نيوترانت ارتري. يبقى ايه هو نيوترانت ارتري؟ سنجل ارتري، بيدخل البون، جاي منين؟ تقول لي جاي من نير باي ارتري. انتر البون اوبليكلي، دخل البون اوبليكلي اهو، دخل البون اوبليكلي، دخل منين؟ من كنال، سموا الكنال اللي دخلها ده اسمها نيوترانت كنال. واحد يقول لي ايه نيوترانت كنال؟ دي الكنال الوحيده اللي اي حد عايز يدخل الجزء الداخلي من العظمه يدخل منها. ايه يعني دلوقتي العظمه اهي عايز ادخلها، ادخلها منين؟ هل في مكان تدخل منه العظمه؟ لا لا، قال لك في حاجه واحده، في كنال موجوده هنا تدخل منها. يبقى الكنال دي اللي اسمها نيوترانت كنال هي الاونلي باسج، المكان الوحيد اللي عايز يدخل العظمه من جوه يدخل عن طريقها، مفيش مكان تاني. فنيوترانت ارتري دخل منين؟ من نيوترانت كنال. اشمعنى من نيوترانت كنال؟ اللي هي الاونلي باسج، هي المكان الوحيد او المدخل الوحيد لاي حاجه عايز تدخل الانتيريور بتاع العظمه. يعني ايه الانتيريور؟ الجزء الداخلي. وايه اللي جوه؟ ما في جوه، عارفين ان في جوه ايه؟ مدلر كافيتي وبوم مارو. فاذا النيوترانت ارتري ده اتعمل ليه؟ عشان يدخل 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 يغذي مين؟ المدلر كافيتي والبوم مارو اللي جوه. يبقى عشان يدخل العظمه من جوه يدخل لها عن طريق مين؟ النيوترانت كنال. دخل جوه، اتقسم لبرانش صاعد اسمه اسندنج وبرانش نازل اسمه ديسندنج. اسندنج يعني صاعد، ديسندنج نازل. لو الكلمتين دول رخم عليك قول برانش بروكسيمال واحد ديستال، يبقى اتقسم لاثنين بروكسيمال واللي فوق اسمه ايه؟ ديستال. برانش يعني فرع. يبقى دخل ازاي نيوترانت ارتري؟ اقول له دخل من كنال اسمها نيوترانت كنال. ليه دخل من كنال؟ لان هي المدخل الوحيد للانتيريور بتاع العظم، للجزء الداخلي بتاع العظم. اما دخل جوه اهو بقى اتقسم لكام برانش؟ اثنين، واحد اسمه ديستال برانش وواحد اسمه بروكسيمال برانش. بروكسيمال، بص الديستال عمل ايه؟ مشي 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 وصل الاند. اما وصل الاند عمل حاجه اسمها اناستموزس. يعني ايه اناستموزس؟ بص يا جماعه اهو ادي اهو واحد اهو طالع طالع طالع، عمل ايه؟ اناستموزس. اناستموزس يعني عمل كوميونيكيشن مع الارتريز اللي هناك. كلمه اناستموزس معناها كوميونيكيشن، معناها اتصال. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ارتري اهو بيعمل اناستموزس مع ارتري ثاني، يروح للارتري الثاني ويدوا لبعض دم ويدوا لبعض كل حاجه، عشان لو ده حصل فيه مشكله ده يساعده. دي الكلمه دي معناها اناستموزس. يعني ايه اناستموزس؟ اتصال، اتصال ببعض، او بيسموها كوميونيكيشن. اهو شايفين يا جماعه، بص الارتري اهو، ادي ارتري فوق وارتري تحت، عمل ايه؟ طلع فوق 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 مشي، عمل اناستموزس مع مين؟ مع الميتافيزيال ارتريز. الارتريز اللي في الميتافيزيس دي اسمها ميتافيزيال ارتريز. وعمل اناستموزس مع البري اوستيال ارتريز. الارتريز اللي بره دي بيسموها بري اوستيال ارتريز، انها بره عند البري اوستيال. ولما الابيفيزيال بليت اوف كارتج اختفت عمل ايه؟ اناستموزس مع مين؟ مع الابيفيزيال ارتريز. يعني ما عمل اناستموزس مع كام ارتريز؟ ثلاثه. مين هم؟ مين قولهم لي بقى؟ عمل اناستموزس مع مين؟ مع رقم واحد الميتافيزيال اهو، مع الابيفيزيال، مع البري اوستيال ارتريز. يبقى مين بقى؟ يبقى ايه ايه اللي عمله نيوترانت ده؟ مجرد انه وصل للمدلر الكافيتي اتقسم لبرانش طالع وبرانش نازل، كل واحد فيهم عمل ايه؟ اناستموزس. يعني ايه اناستموزس؟ كوميونيكيشن، يعني اتصال مع كل الارتريز اللي موجوده في المكان. مين الارتريز اللي موجوده في المكان اهو؟ بص كده الارتريز اللي موجوده في المكان وعمل معاها اناستموزس، اللي هي مين؟ ميتافيزيال اهي. ليه سموها ميتافيزيال؟ لان بتغذي الميتافيزيس. مع الابيفيزيال لانها بتغذي الابيفيزيس. مع البري اوستي. طب النيوترانت ارتري حد يعرف ايه فايدته؟ من جدع يقول لي تتوقع تغذي الجزء الداخلي من العظم ولا الخارجي؟ الداخلي، لانها دخلت جوه عشان تغذي الجزء الداخلي. غذت مين بقى؟ غذت ثلاث حاجات. مين يقول لي الثلاث حاجات اللي غذته؟ غذت المدلر كافيتي اللي جوه، والبون مارو اللي جوه، وتلتين الكورتكس اللي جوه، الانر تو ثيرد، الديب تو ثيرد اوف ذا كورتكس، التلتين اللي جوه بتوع الكورتكس، مالهاش دعوه بالتلت اللي بره. يبقى هو دخل جوه ليه؟ عشان يغذي الجزء الداخلي. مين هو؟ يغذي المدلر كافيتي، يغذي البون مارو، ويغذي التلتين اللي هو بتوع الكورتكس، مالوش دعوه بالتلت اللي بره. اسمه ايه بقى يا دكتور؟ نيوترانت ارت. بيغذي التلتين اللي جوه بتوع الكورتكس، مالوش اي علاقه بالتلت اللي بره، مالوش اي علاقه بالتلت اللي بره. تمام. طيب نشوف ارتري تاني نتكلم عنه. ارتري تاني اهو لسه شايفين ايه اهو، اسمه ايه ده يا دكتور؟ ميتافيزيال ارتري. شايفين يا جماعه الميتافيزيال ارتري؟ بيسبلاي من الميتافيز، جاي برضه من فروم نير باي ارتري. اي ارتري معدي يجي منه يروح يغذي الميتافيز، عشان كده يسموه ايه؟ ميتافيزيال ارتري اهو. مين تاني يا دكتور؟ ارتريز موجوده بره بقى. الارتريز اللي موجوده بره على مين؟ على البري اوستيال.
لانها موجوده على البريوستيوم. جايه منين برضو؟ من نير باي ارتس، من الاستراكشرز اللي ماسكه في البريوستيوم. فايدته ايه بقى؟ بيغذي البريوستيوم وبيغذي الاوتر تيلت بتاع الكورتكس. مش احنا كنا غذينا التلتين بتوع الكورتكس اللي جوه؟ ده يغذي الاوتر تيلت بتاع مين؟ الكورتكس. يغذي الاوتر تيلت بتوع الكورتكس. يبقى نقول تاني، النيوترنت ارتري اللي جوه ده هيغذي مين؟ هيغذي الميدلري كافيتي اللي جوه، ويغذي البون مارو والتلتين اللي جوه اهم. يغذي التلتين اللي جوه، يبقى يغذي مين يا دكتور؟ الميدلري كافيتي والبون مارو والتلتين اللي جوه. طب البريوستيال اللي موجود بره؟ يغذي البريوستيوم والاوتر سيرت والتلت اللي بره. والتلت مين اللي بره؟ طب الميتافيزيا الارتري، يغذي الميتافيز. السهل ده، مين ده بقى؟ دول، ده اسمه ايبيفيزيا الارتري. شايفين يا جماعه ليه ده اسمه ايبيفيزيا الارتري؟ لانه بيغذي الايبيفيزيس. لانه بيغذي مين؟ الايبيفيزيس. يقول لك جاي منين الايبيفيزيا الارتري؟ اقول له جاي من نير باي ارتري. اي ارتري معدي جنب اقرب ارتري له جاي من هنا، اسمه ارتيكولار ارتري. اسمه كده ارتيكولار، يعني مفصلي. ارتري ايه؟ عند المفصل، بيغذي المفصل. يبقى مين يقول لي الايبيفيزيا الارتري؟ ليه سموه ايبيفيزيا؟ لانه بيغذي الايبيفيزيس. ده جاي منين ده؟ برده جاي من نير باي ارتري. طب دخل الايبيفيز ازاي؟ لقوا يا دكتور بالصدفه ان في فورم من هنا فيه فتحات في المكان ده، في الاند بتاع الشافت، عند الاند بتاع الشافت، عند نهايه الشافت، في المكان ده مالتيبل فورمن. يعني ايه مالتيبل فورمن؟ يعني اوبننج صغيره، فتحات صغيره بيدخلوا منها. ليه دخل منها؟ عشان يغذي الايبيفيزيس. عشان يغذي مين؟ الايبيفيزيس. نقولهم تاني، نيوترنت ارتري اهو ده اللي بيغذي الجزء الداخلي من الارض، يغذي البون مارو والميدلري كافيتي والتلتين اللي جوه. طب الارتريز اللي بره بقى اسمها ايه؟ الارتريز اللي بره اهي، اللي بره دي اسمها ايه؟ بريوستيال ارتري، صح؟ بريوستيال. تغذي البريوستيوم والتلت بتاع كورتكس اللي بره. طب الميتافيزيا الارتريز تغذي مين؟ تغذي الميتافيزيس. طب الايبيفيزيا الارتري تغذي مين؟ الايبيفيزيس. طب الايبيفيزيا الارتري دخلت ازاي؟ عن طريق شويه فورامين، مالتيبل فورامين، مالتيبل اوبننج موجود عند نهايه الشفت. ده اسمه مين بقى يا دكتور؟ البلاد سبلاي. يبقى عندي كام ارتري؟ مين جاي يعدهم لي؟ اربعه. الوحيد اللي بيدخل للجزء الداخلي بتاعها اسمه نيوترنت. اللي بيغذي الجزء الخارجي، اللي بيغذي الجزء الخارجي اسمه بريوستيال. بريوستيال لانها بتغذي البريوستيوم والجزء الخارجي. اللي بيغذي الميتافيزيس اسمه ميتافيزيا الارتريس. اللي بيغذي الايبيفيزيس اسمه ايه؟ ايبيفيزيا الارتريس. دول المهمين بقى في البلاد سبلاي. هنقول الفينز، ايه اللي تعرفه عن الفينز؟ ادي الفينز اهو. كل اللي تعرفه عن الفين انه بيمشي مع الارتري. اهي بص يا جماعه اهي، مين جاي يقول لي بقى ادي الايبيفيزيا الارتري اهي؟ بتغذي الايبيفيزيس، وادي الميتافيزيا الارتري بتغذي الميتافيزيس. بصوا بقى الفين يا جماعه، بصوا الفين الوريد ماشي مع الشريان زيه بالظبط. مطرح ما يروح الشريان بيروح الفريد. عشان كده يقول لك الفين اكمباني ذا ارتري. يعني ايه اكمباني؟ ران ويز، يمشي معاه، ماشي معاه في كل حته. الفرق ما بين الفين والارتري ان الفين رفيع شويه، سمول شويه عن الارتري. عشان كده ما بكتبش الفينز وما بتجيش في امتحانات. ليه؟ ما هو ماشي مع الارتري. الليمفاتيك، يعني ايه الليمفاتيك؟ الاوعيه الليمفاويه، برضه ما بنتكلمش عنها. ليه؟ لانها رانز ويز ارتري، تمشي مع الارتري. اي ارتري تمشي معاه. وبتروح تنتهي في حاجه اسمها ليمف نود، عقد ليمفاويه. الليمفاتيك دي يا جماعه عشان تبقوا فاهمين، الارتري بيدي الجسم دم، تمام؟ طب والوريد بيجمع من الجسم الدم. الوريد بيجمع حوالي 90% او 95% من الدم، في حبه صغيرين ما يعرفش يجمعهم. مين اللي بيجمعهم؟ الليمفاتيك. يبقى الليمفاتيك ده معمول عشان يساعد الوريد، يساعد الوريد. وهو ماشي عامل زي سلك النور كده، هو ماشي يريح في حته، الحته اللي بيريح فيها دي اسمها ليمف نود، عقده ليمفاويه. ما اعرفش انتوا درستوا الحاجات دي قبل كده ولا لا. هتاخدوها طبعا، انا بتكلم عنها بسرعه، اللي هناخد انا دلوقتي عنواننا الرئيسي البون، لكن الليمفاتيك والحاجات دي هنتكلم عنها بعدين، ده لها عناوين لوحدها. الليمفاتيك يعني الايه؟ الاوعيه الليمفاويه. عامله زي سلوك الكهرباء كده، في النص تلاقي عمود، العمود ده اسمه ليمف نود. ليمف نود، عقد ليمفاويه. يبقى الليمفاتيك بتمشي مع الارتري وبتقف في تنتهي فين؟ في العقد الليمفاويه. تمام؟ يبقى اقول تاني، اللي يهمني في كل السبلاي ده مين؟ الارتريز بس. الفينز والبتاع دي بنقولها بسرعه، لكن اللي يهمني الارتريز الاربعه نحفظهم زي اسمنا. طب الفينز ما بقول ما بقولش عنها حاجه، ليه؟ الفينز اكمبانيز ارتري، ماشيه مع الارتري. طب الليمف، الليمف اكمبانيز ارتري، اكمبانيز بريوستيال ارتري، ماشيه مع البريوس. اند ان ليمف نود، اي ليمف بينتهي في الليمف نود. طب ايه النيرف يا دكتور؟ ايه النيرف؟ النيرف هتاخدوه بعدين بقى تفهموا يعني ايه نيرف لما تاخدوا اوتونومي، بس هقول عنه كلمتين. النيرفات اللي بتغذي العظمه، يا اما سنسوري، يعني ايه سنسوري؟ حسيه، مسؤول عن الاحساس. ايه النيرفات اللي بتغذي ايه الجزء اللي مسؤول عن الاحساس في العظمه؟ البريوستيوم ده اللي بره ده، اهو البريوستيوم اللي بره ده، ده بتاع الاحساس.
عشان كده بيتغذى بسنسوري نيرف بعصب نيرف. يعني ايه نيرف سبلاي؟ يعني الاعصاب اللي بتغذي. نيرف سبلاي يعني الاعصاب اللي بتغذي العظم. نوعين، سنسوري وسمباثيك. السنسوري يعني حسيه، بتغذي الاماكن. ايه الاماكن بقى يا دكتور؟ لحضرتك لما بتتخبط في العظمه بتحس بالالم فيها مكانين، البريوستيوم اللي هو ده والارتيكولار كارتج والارتيكولار سيرفيس. ليه المكانين دول لما واحد بيتخبط في العظمه خبطه بتوجعه؟ مين اللي بيوجع؟ البريوستيوم يوجعه والارتيكولار سيرفيس. اشمعنى دول؟ لان دول بيتغذوا بحاجه اسمها سنسوري نيرفس، اعصاب حسيه. يبقى ما يجي يسالك سؤال، هو ليه اما واحد بيلعب كوره وراح واحد ضربه في رجله جامد الوجعه وجعته قوي، هو ليه الوجع وجعت قوي يا دكتور؟ لان ايه الاماكن اللي بتوجع في العظمه؟ اقول له مكانين بيوجعوا في العظمه اللي هم مين؟ البريوستيوم ومين؟ والارتيكولار سيرفيس. ليه بيوجعوا؟ لانهم دول بياخدوا من حاجه اسمها سنسوري نيرفس، اعصاب حسيه، اعصاب حسيه. اما بقيت بقى الاجزاء بقيت اللي بتغذي بقيه العظمه كلها حاجه اسمها سمباثيك، دي هناخدها بعدين. يعني اعرف كلمه سمباثيك بس وما تعرفش السطر ده، هيقول لك بيسبلاي موست اوف ذا بون. يعني سيبك من الجزء بتاع النيرف سبلاي لحد بعدين، هنفهمه بعدين لما ناخد الايه النيرفال سيستم. يبقى دلوقتي لما يجي يسالني بقى ايه المهم بقى الاربعه ارتريز دول، احفظهم زي اسمي. مين الاربعه ارتريز؟ حد يقول معايا بقى يلا. اول واحد مين؟ النيوترانت ارتري، بيدخل عن طريق كانال اسمها ايه نيوترانت كانال. ايه نيوترانت كانال دي؟ ده المدخل الوحيد اللي اي حاجه عايز تدخل جوه بتدخل منه. يدخل جوه يغذي مين؟ حد عارف يغذي مين النيوترانت لما داخل جوه؟ يغذي مين؟ غذى كام حاجه؟ حد يقول الميدلري كافيتي، البون مارو، التلتين اللي جوه، التلتين اللي جوه بتوع الكورتكس. طب مين اللي بيغذي التلت اللي بره بتاع الكورتكس؟ والبري اوستيوم، اقول له بري اوستيال ارتس، الرايز فروم نير باي ارتس. الرايز فروم نير باي دي اي حاجه كده. بيغذي مين؟ بيغذي البري اوستيوم والاوتر سيرت. طب مين اللي بيغذي الميتافيزيس؟ اقول له ميتافيزيال ارتس. مين اللي بيغذي الايبيفيزيس؟ اهي ايبيفيزيال ارتس، الرايز فروم نير باي ارتريز، برضو بتدخل عن طريق فورا من كده اوبننج صغنطوطه هنا في نهايه الشفت، تدخل عن طريقها وتغذي. يبقى كام ارتري؟ اربعه. مين يقولهم لي؟ يلا، نيوترانت، بريوستيال، ميتافيزيال، ايبيفيزيال. ليه بقى بننجز الفين والليمفاتيك والبيع دي بنقولها بسرعه؟ بنقولها بسرعه لانها كلها اكومبانيز ارت. يعني ايه اكومبري؟ ران ويز ارت، بتمشي مع الارتري في كل حته. بعد النيرفز دي وقفت دلوقتي لحد ما ناخد الجهاز العصبي هتفهم يعني ايه سنسوري يعني ايه سمباثيك فازومور. دي هنوقفها دلوقتي، هندخل بعد كده. كده خلصنا البون، هندخل بعد كده في عنوان اسمه الكارتريج. يعني ايه كارتريج؟ يعني الغضروف. يعني الغضروف، ادي الغضروف اهو زي ما انت شايف كارتريج الغضروف، غضروف تاني اهو، اهو ده غضروف اهو، غضروف. ايه الغضروف يا دكتور؟ اعرف ان البون العظمه هي الهارد بارت، الجزء القوي من الاسكيلتون. طب والدم؟ الجزء السائل من الاسكيلتون، سائل. الكارتريج الجزء اللي في النص، يعني ولا هو قوي قوي ولا هو سائل. حتى بيقول لك عليه فيرم، فيرم يعني ايه؟ رابر مطاطي، حاجه مطاطيه، يعني ولا هي قوي ولا هي قويه ولا هي بلاد، هي فيرم في المنتصف يعني. حاجه وسط في القوه. فيرم او رابر يعني مطاطي. بارت اوف ذا سكيلتون. الجمله دي معناها ان هو ما هوش هارد قوي ولا هو فلويد، هو في النص. بيتميز بخمس حاجات بقى نقولهم ونحفظهم صم الصم دلوقتي. اول حاجه اللي هو افاسكولار، مهم قوي الجمله دي. واحد يقول لي يعني افاسكولار يعني ما فيهوش اوعيه دمويه؟ نو بلاد فيزلز، ما بيدخلوش اوعيه دمويه خالص. معقول يا دكتور؟ الكارتريج ما بيدخلوش اوعيه دمويه زي ده؟ البون كان اربعه، نيوترانت وبريوستيال وايبيفيزيال، ده لا نو بلاد فيزلز، مالوش اوعيه دمويه. امال النورشمنت، النورشمنت الغذاء بتاعه ازاي؟ ده مالوش اوعيه دمويه، بيتغذى ازاي؟ بيشحن شحاته عن طريق عمليه اسمها عمليه الديفيوجن، الانتشار. اي فلويد حواليه، اي تيشو فلويد حواليه يقعد يشفط، يشفط اللي حواليه. يبقى السراوندنج يعني اللي حواليه، تيشو فلويد، اي فلويد، فلويد يعني سائل، فلويد يعني سائل. اي فلويد حواليه بيروح مصه كده، يمتصه، يعمل عمليه اسمها عمليه الانتشار الديفيوجن ويمتصه. انا بسميها الشحاته، بيشحت. يبقى اول حاجه ان هو افاسكولار، يعني ايه افاسكولار؟ ما فيهوش اوعيه دمويه خالص. طب بيتغذى ازاي؟ شحات، بيشحت. اي فلويد حواليه يمتصه، يعمل له ديفيوجن ويمتصه. تاني حاجه ان سنسيتي، ايه؟ نو نيرفز، ما فيهوش كمان ما فيهوش اعصاب، ما فيهوش اعصاب. تضرب فيه للصبح ما يحسش. يبقى اهم حاجتين تعرفهم في الكارتريج، حاجتين مهمين قوي، ان هو نو بلاد فيزلز، ما
ملوش، عشان كده اسمه افاسكولار. كلمه تمنع كلمه فاسكولار. افاسكولار يعني مفيش فاسكولار، نو بلاد فيزلز. ان سنسيتيف، ان يعني مفيش، سنسيتيف احساس، نو نيرفس، مفيش عصب. ايه تاني يا دكتور بيميز الكارتج؟ حواليه ممبرين موجود حواليه، الممبرين ده موجود حواليه، في ممبرين هتلاقي موجود حواليه ممبرين يا دكتور، الممبرين اهو ده كارتج، كل الازرق ده كارتج، في ممبرين حواليه زي البريوستيوم، هنا اسمه بريكوندريوم، بريكوندريوم حواليه ممبرين اسمه بريكوندريوم، موجود في كل انواع الكارتج ما عدا الارتيكولا اللي هو جوه المفصل مش موجود فيه. يبقى البون موجود حواليها ممبرين اسمه ايه؟ بريوستيوم. الكارتليج موجود حواليه برضه فايبرس ممبرين بس اسمه بريكوندريوم. يبقى لحد دلوقتي قلنا كام حاجه؟ ثلاثه. مين قاعد اقولهم لي بقى؟ اول حاجه قلناها ان هو نو بلاد فيزيتس، افاسكولار. تاني حاجه ما فيهوش اعصاب، نو نيرفس، انسنسيتيف، ما فيهوش اعصاب. تالت حاجه يا دكتور حواليه ممبرين اسمه بريكوندريوم، بريكوندريوم. رابع حاجه كلنا عارفين بيحصل له عمليه مهمه جدا اسمها عمليه الكالسيفيكيشن. فاكرين يا جماعه عمليه الاوسيفيكيشن؟ مش انا قلت لكم ان الكارتلج بيحصل له اوسيفيكيشن ويتحول لبون؟ ايوه. رابع حاجه بيحصل له كالسيفيكيشن. يعني ايه كالسيفيكيشن؟ يعني الكالسيوم بيترسب، او اوسيفيكيشن ويتحول ريبليس تو بون، يتحول لعظم. خامس حاجه بقى اما تيجي تشوف شكله في الاشعه اهو العظم يا جماعه في الاشعه لونه ابيض، الكارتلج اللي في النص ده لونه دارك، دارك شايفين دارك اهو، بيبقى لونه دارك في الاشعه في الاكس راي، ترانسلوسنت، لوسنت يعني دارك، دارك ترانسلوسنت يعني دارك، اما العظم لونه ابيض. يبقى مين يقول لي الخمس مميزات بقى اللي بيميزوا الكارتلج؟ اول حاجه ايه؟ افاسكولار ما فيهوش اوعيه دمويه. تاني حاجه ان سنسيتيف ما فيهوش اعصاب، نو نيرفس. تالت حاجه حواليه ممبرين اسمه ايه؟ بريكوندريوم، بريكوندريوم. رابع حاجه يحصل له عمليه مهمه جدا اسمها عمليه الكالسيفيكيشن او عمليه الاوسيفيكيشن ويتحول لعظم. خامس حاجه لونه بيبقى دارك فين؟ في الاكس راي، في الاكس راي اهو بيبقى ترانسلوسنت يعني دارك. في كام نوع من الكارتلج بقى يا دكتور؟ ثلاث انواع نشوفهم مع بعض في الجدول. اول نوع هنبص عليه في الكارتلج، الكارتلج الزجاجي ده اللي هو لونه ازرق زجاجي. ليه زجاجي؟ اقول دلوقتي. الكارتلج يا دكتور ثلاث انواع، نوع اسمه هايلاين يعني زجاجي، ونوع قوي اسمه فايبرس لانه مليان الياف، ونوع اسمه الاستيك، الاستيك يعني ايه؟ الاستيك مرن. يبقى في كام نوع؟ ثلاثة، هنتكلم عنهم بتفصيل. خلينا في النوع الأول لأن الهايلاين. ليه سموه هايلاين؟ لأنه شبه الإزاز. لونه بلوش وايت، أزرق فاتح كده، بلوش وايت. بيبقى إيه؟ ليه بيبقى شبه الإزاز؟ لأنه ما فيهوش فايبر. يبقى الفايبر اللي هي الألياف هي اللي بتحدد لي نوع الكارتج. أنا عندي كام نوع من الكارتج؟ ثلاثة، نوع ونوع ونوع. النوع الأولاني بور إن فايبر، ما فيهوش فايبر خالص، عشان كده بيلمع زي الإزاز، لأنه ما فيش فايبر تبوظ شكله. اللي هو اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ هايلاين. يبقى الهايلاين كارتج اللي انت شايفه ده بيتميز في اي، يقول لك انهي نوع من الفايبر؟ يقول له لا يا حبيبي ما فيهوش فايبر خالص، بور ان فايبر. طب بما انه بور ان فايبر لونه عامل ازاي؟ تقول يقول لك ترانسلوسنت. كلمه ترانسلوسنت او هوموجينس اللي عندك دي معناها بيلمع، بيلمع بيلمع زي الازاز بالظبط، بيلمع. لونه ايه؟ بلو شويه، لونه ابيض. موجود فين ده؟ بص الانواع اللي موجود فيه. اول نوع اهو شايفين يا جماعه؟ موجود في الامبريو، في الامبريو يعني الجنين، امبريونيك كارتج يعني في الاجنه. زي مين ده بقى اللي انت شايفه ده؟ الابيفيزيه البليت اوف كارتج، فاكرينها اللي موجوده ما بين مين؟ الابيفيزيس والميتافيزيس اهو، ده اول نوع اهو. يبقى موجود في الامبريونيك كارتج اهو زي الابيفيزيه البليت اوف كارتج، موجود فين تاني؟ موجود اهو في المفصل، يسموا ارتيكولار كارتج. اذا الارتيكولار كارتج نوع من انواع مين؟ الهايلاين. يبقى لما اجي اقول لك قول لي الامثله بتاعت الهايلاين كارتج، تقول لي اول نوع الامبريونيك اللي موجود في الجنين اللي هو اهم نوع فيه مين؟ ابيفيزيال بليت اوف كارتج. يبقى لما اجي اقول لك هي الابيفيزيال بليت اوف كارتج من انهي نوع من الكارتج؟ تقول لي الهايلاين. امال مين ده؟ الارتيكولار كارتج، لونه ازرق اهو، ادام لونه ازرق كده يبقى هايلاين. مين تاني؟ الكارتج اللي في الضلوع، شايفين يا جماعه الكارتج اللي في الضلوع ده اسمه كوستال كارتج. كلمه كوستال اللي عندك دي معناها ضلوع. الكارتريج اللي موجود في الضلوع ده هايلاين كارتريج. يبقى الكوستال كارتريج لما اجي اسالك الكوستال كارتريج انهي نوع؟ تقول لي هايلاين. عارفين الاسترنم يا دكتور؟ ايوه. اخر حته في الاسترنم اسمها زيفويد بروسيس، اخر حته في الاسترنم. الاسترنم اهي، ايه الاسترنم؟ العظمه اللي هنا اخر حته فيها اسمها زيفويد بروسيس، الحته الاخيره دي اهي، دي نوع من انواع الايه؟ الهايلاين. ايه يا دكتور كل ده هايلاين؟ ايوه الهايلاين ده كتير قوي يا جماعه.
يبقى الهايلاين موجود فين؟ حد يقول لي كده تاني. اقول له موجود في الامبريو. اذا كل الكارتريج اللي في الجنين كله هايلاين ازرق اهو. موجود في المفصل اسمه ارتيكولار كارتريج. موجود في الضلوع اسمه كوستال كارتريج. الزيفويد بروسيس اخر حته من الاستردم. الريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي يا جماعه مليان كارتريج. حط ده كده الحته اللي انت دايس عليها دي كارتريج. كل الكارتريج في الجهاز التنفسي بالكامل هايلاين. زي مين؟ زي النيزل كارتريج. شايفين يا جماعه الكارتريج اللي في النوز هايلاين. الحنجره لارينكس. لارينكس يعني حنجره. اللي موجود عندك دي لارينكس يعني حنجره. الكارتريج اللي في اللارينكس في الحنجره هايلاين. الترقيه القصبه الهوائيه تحتوي على كارتريج هايلاين. البرونكاي اللي هما الاثنين دول ادي واحده ودي واحده. البرونكاي اللي هي الشعب الهوائيه تحتوي على هايلاين كارتريج. اذا كل الريسبيراتوري سيستم هايلاين كارتريج. يبقى اما اجي اقول لك كده سؤال امتحانات ذا تايب اوف كارتريج ان لارينكس اند تراكيه او ان ريسبيراتوري سيستم الجهاز التنفسي واحط لك بقى خمس ست انواع تدور على مين هايلاين الزجاجي. يبقى في خمس اماكن او ست اماكن الهايلاين كارتريج موجوده فيها. حد يعرف يقولها لي؟ مين يقولها لي؟ اهو اول حاجه الامبريونيك اللي هو مين بقى يا دكتور؟ الامبريونيك اللي بيفيزيه البليت اوف كارتريج. تاني حاجه اهو بص كده الارتيكولر اهو المفصلي. الكوستال اللي موجود في الضلوع بتاع الضلوع. اخر حته في الاسترنم زيفويد بروسيس. الكارتريج اللي موجود في الجهاز التنفسي كله اللارينكس اللي هي الحنجره الترقيه القصبه الهوائيه البرونكاي الشعب الهوائيه النوز. يبقى اول نوع من الكارتريج الزجاجي. ليه زجاجي؟ بيلمع شبه الازاز. طب تاني نوع من الكارتريج بقى ادخل لي على الصف الثاني عندك في الجدول فايبرو كارتريج. وايت فايبرو كارتريج لونه ابيض اهو لونه ابيض اهو يا جماعه. بص كده اللون الابيض ده ما بين الفرتبرا والفرتبرا اللي هو موجود في النص ما بين كل فرتبرا والثانيه اهو اللون الابيض ده اسمه وايت فايبرو كارتريج. مليان الياف فايبر. بس اسمها ايه بقى الفايبر؟ كولاجين فايبر. دي الياف قويه جدا 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 الكولاجين فايبر دي. فده الاولاني ما كانش فيه الياف عشان كده كان بيلمع. ده بقى فيه الياف. ده فيه الياف كتير قوي علشان كده بيقول لك ان هو قوي جدا لان لقوا ان الكولاجين فايبر دي لونها ابيض وقويه جدا 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 فيري سترونج. يبقى بيتميز بايه الوايت فايبرو كارتريج؟ حد كده هيقول لي بقى اولا بيتميز ان هو ريتش ان كولاجين فايبر لونها ايه؟ ابيض. مليان وايت كولاجين فايبر عشان كده لونه كله على بعضه ابيض لان الفايبر اللي فيه بيضه. طب ليه هو قوي؟ لان الكولاجين فايبر قويه جدا 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 عشان هو سترونج. بيبقى سترونج جدا قوي. بيبقى سترونج جدا قوي عشان كده بيبقى موجود فين؟ بنحطه في بيبقى موجود في الاماكن اللي فيها ضغط كتير. موجود ان اريا اكسبوزد تو تتعرض الى جريد بريشر ضغط كتير عشان يحميها. يبقى ده كارتريج قوي جدا 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 جدا. ليه قوي؟ حد عارف ليه قوي؟ علشان مليان فايبر قويه. الفايبر القويه اسمها كولاجين فايبر. طب ليه لونه ابيض؟ لان الكولاجين فايبر لونه ابيض. عشان كده بيتميز الفايبر ده. اهم حاجه تعرف لي فيه ان هو سترونج ان هو هارد. اي حاجه تبع كلمه هارد هي موجوده فيه. قوي جدا جدا جدا. وبيك يعني ايه وبيك؟ ما بيلمعش. وبيك يعني ما بيلمعش زي اللي قبليه. وبيك يعني ما بيلمعش. طب ايه فايدته ده بقى؟ ده موجود في الحتت اللي فيها ضغط فيه. يعني ما يكون في ضغط وضغط تلاقيه موجود في النص. موجود في عظمه وعظمه هو موجود في النص عشان يحميها. زي مين بقى؟ بص كده رسمه. ادي فرتبرا فقره وفقره هو موجود في النص. هو اللي موجود في النص ما بين الفقرات. الحته اللي في النص دي اللي موجوده ما بين الفقرات اسمها اي في دي انتر فيرتبرال ديسك. يبقى الانتر فيرتبرال ديسك ده نوع من انواع مين؟ الفايبرو كارتريج. ليه بقى؟ لانها محطوطه في النص عشان تحمي الفقرات. لونها ابيض موجوده ما بين كل فقره والتانية تلاقي في ديسك في النص. كل فقره والتانية في ديسك في النص. ليه بقى الديسك دي اتحطت؟ لانها قويه جدا موجوده في الاريا بتاع البريشر. الاريا بتستحمل الضغط. يبقى نعيد تاني نعمل مقارنه ما بين الهايلاين والوايت فايبر كارت. الهايلاين ايه؟ ما فيهوش فايبر خالص. اما الفايبر كارتج مليان كولاجين فايبر. مليان كولاجين فايبر لونها ايه؟ لونها ابيض. الهايلاين ضعيف اما التاني فيري سترونج. سترونج جدا هارد قوي جدا جدا جدا. الهايلاين عامل زي الازاز كده ترانسلوسنت بيلمع. التاني اوبيك ما بيلمعش. الهايلاين لونه ايه؟ ازرق عامل زي الازاز. اما الوايت فايبر كارتج لونه ايه؟ من اسمه ابيض. طب الوايت فايبر كارتج موجود في موجود في الانتر فيرتبرال ديسك. الديسك اللي ما بين الفيرتبرا. كلمه انتر يعني ما بين.
فيرتبرال يعني فقرات، الديسك اللي ما بين الفقره والفقره، ما بين كل فقره والتانية، هات كده الفقرات بتاعتك ما بين كل فقره والفقره في ديسك في النص، هو ده نوع من انواع الفايبروكارتي اسمها انتر فيرتبرال ديسك. اهي بص عليها كده في الرسمه، اهي موجود ما بين كل فقره. وفي مثال تاني يا دكتور، المينيسكس. واحد يقول لي يعني ايه مينيسكس؟ عارف انت يا دكتور الغضروف اللي جوه الركب، في ما بين في جوه الركب دي ربنا سبحانه وتعالى حط حاجه اسمها مينيسكس، غضروف يحمي الركبه، يحميها، موجود ما بين العظمه اللي فوق والعظمه اللي تحت عشان يبقى موجود في النص عشان يحميها. ليه يحميها؟ لانه قوي جدا جدا جدا. يبقى احسن مثالين للفايبروكارتيج الوايت نوعين، مين يقولهم لي؟ انتر فيرتبرال ديسك اللي هي الديسك اللي ما بين الفقرات، ومين؟ المينيسكس، الغضروف الركبه. ثالث نوع بقى مين بقى يا دكتور؟ اهو يا حبيبي، هل ده قوي؟ لا، ده فليكسبل. اسمه ايه بقى النوع ده اللي انت شايفه في الرسمه؟ يلو الاستيك كارتج. يلو الاستيك كارتج ليه بنقول عليه يلو؟ لانه لونه اصفر. ليه بنقول عليه الاستيك؟ لانه مليان الاستيك فايبر. الاستيك فايبر فايبر بتتحرك، المرنه مليان الاستيك فايبر. يبقى الهايلاي ما فيهوش فايبر خالص، الوايت مليان كولاجين فايبر. الالاستيك ده بقى الحلو المدلع اللي فيه مين بقى؟ يلو فايبر، اللي لونها ايه؟ اللي فيه الاستيك فايبر لونها ايه؟ يلو. عشان كده هو يلو. بيتميز بيه هارد؟ لا. قوي؟ لا. امال ايه؟ فليكسبل، مرن، الاستيك، الاستيك وفليكسبل. الكلمتين دول معلوم مرن اهو. زي مين؟ احسن مثال اكسترنال ايل. شايفين عامل ازاي؟ ده كارتليج اهو. هل ده قوي؟ لا، ده مرن. يبقى ده نوع من انواع اني كارتليج، اليلو الاستيك كارتليج. مين؟ اليلو الاستيك كارتليج، مليان الاستيك فايبر، يلو انكار لان الالاستيك دي بتبقى صفراء. بيتميز انه سترونج؟ لا. هارد؟ لا. ترانسلوسنت بيلمع؟ لا. امال ايه؟ الاستيك، فليكسبل. احسن مثال ليه الاكسترنال اير. وفي مثال تاني يا دكتور، الابيجلوتس مكتوب عندك. عارفين يا جماعه الابيجلوتس اللي هي لسان المزمار؟ عارفين يا جماعه اللارينكس الحنجره تلاقي في حاجه كده بتغطيها عامله زي الورقه اسمها لسان المزمار، تقفل وتفتح. يبقى لازم تكون فليكسبل، تقفل وتفتح. الحاجه اللي بتقفل وتفتح عند اللارينكس دي اسمها لسان المزمار، مكتوب عندك ابيجلوتس. ابيجلوتس يعني لسان المزمار، لازم تكون فليكسبل عشان تقفل وتفتح. وفي مثال ثالث، التيوب اللي جوه الودن، في تيوب اسمها اوديتري تيوب موجوده جوه الودن، معرفش اسمها بالعربي ستيكس تيوب حاجه زي كده، مش عارف، قناه ستاكيوس، قناه ستاكيوس، برضه نوع من انواع الالاستيك كارتريج. يبقى مين يعمل لي مقارنه ما بين الثلاثه؟ اقول له الهايلاين، الوايت، الالاستيك. الهايلاين ازرق ولونه بيض ازرق وترانسلوسنت بيلمع. الوايت فايبر كارتج لونه ابيض. اليلو الاستيك لونه اصفر. الهايلاين ما فيهوش اي نوع من الفايبر. الوايت مليان كولاجين فايبر قويه جدا 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 ولونها ابيض. الالاستيك مليان الاستيك فايبر ولونها اصفر. الاولاني خالص تحس انه بيلمع وضعيف، اما بقى الوايت فايبر كارتج فيري سترونج، فيري هارد، اوبيك، ما بيلمعش خالص، موجود في الاريا اللي مليانه بريشر فيها ضغط كتير عشان يحميها. التالت حلوه بقى، مرن، فليكسبل، الاستيك. حط لي امثله في كل واحد، مين يعرف يقول لي امثله في كل واحد؟ الاولاني مين يقول لي الامثله بتاعته؟ حد يقولها لي كده؟ اقول لك اول مثال في الاولاني خالص، اقول لك الامبريونيك كارتج زي الابيفيزيل بليت. انا بتكلم على الهايلاين دلوقتي. تاني واحد الارتيكولر، تالت واحد الكوستال اللي في الريبس، الزيفويد بروسيس بتاع الاسترنال، الريسبيراتوري سيستم، كله هايلاين. طب قول لي احسن مثال في الفايبروكارديج، الانتر فيرتبرال ديسك. صمها، الانتر فيرتبرال ديسك احسن مثال هنا. طب احسن مثال يا جميل في الالاستيك كارتليج، مين دي؟ الودن، الاكسترنال اير، الاير. ومين دي؟ ابيجلوتس، تقفل وتفتح. الابيجلوتس اللي هي مين؟ لسان المزمار. يبقى تحفظهم بالمقارنه، مفيش فايبر، في كولاجين فايبر، في الاستيك فايبر، ضعيف، قوي جدا، الاستيك. احفظ الامثله في كل واحده كلها واحفظها صم. يبقى ده كارتج، محاضره سهله جدا جدا جدا. ان شاء الله المحاضره الجايه نبتدي بحاجه اسمها المفاصل او الجوينتس. الجوينتس يعني المفاصل.